بشهر. والله ما اعرف شو اقول لك، يعني منظر جدا جميل، منظر الارض من الفضاء جدا جميل، يعني زرقة البحر، الغيوم البيضاء، اليابسة، الجبال، لكن كان احلى منظر، احلى منظر شفته دولة الامارات العربية المتحدة. منظر يكسر الانفاس بالنسبة لي انا. يعني شفت النخلة، شفت كانت تبين النخلة، جزيرة النخلة من الفضاء، فكان منظرها جدا جميل، وكل رواد الفضاء يتريون اللحظة اللي يمرون فيها على المحط على فوق دولة الامارات يشوفون النخلة. ويعني شو اقول لك، احساس جميل، حلم الطفولة اليوم يتحقق. يعني انا كنت في يوم من الايام طفل احلم اني اوصل الفضاء، اليوم وصلت واقدر اطالع دولتي من الفضاء، احساس جدا رائع. واتمنى في يوم من الايام اشاهد انتي واي واحد يحب الفضاء يوصل له ان شاء الله، بس لازم يكون مجتهد ويجتهد في حياته ويتميز في اي مجال يدخله.